السعادة وحزمة فرح إلى خبر الأسبوع من صحيفة المدينة. معالي وزير التعليم يرعى الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، وهو اليوم الذي يوافق 5 أكتوبر في كل عام. رعى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ احتفالية وزارة التعليم باليوم العالمي للمعلم تحت شعار المعلم قلب التعليم النابض، وذلك تزامنا مع المناسبة العالمية التي توافق 5 أكتوبر من كل عام، وتقديرا لدور المعلمين والمعلمات في بناء الإنسان وإخلاصهم في أداء رسالتهم التعليمية. وشهد الحفل تكريم عدد من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم المختلفة الذين صنعوا قصصا للنجاح والتميز. تفضل دكتور. شوف يعني الكلام الحقيقة في كل المواقع تلقى يوم المعلم، بس احنا نبغى نجيب شيء مختصر وشيء مباشر. اليوم العالمي للمعلم له أهمية، وبدليل مجلس الوزراء نوه بهذا اليوم وما صاحبه من جهود بذلتها الدولة لتطوير التعليم. ثانيا الشكر موصول لمعالي وزير التعليم معالي الصديق حمد آل الشيخ، وفعلا الرجل بصمته تذكر فتشكر في مسيرة التعليم. ثالثا ما أحد يشكك أنه مكانة المعلم هو خليفة الأنبياء، وما أحد يشكك وكلنا نحفظ البيت القائل قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، وما أحد يشكك أنه المعلم هو الموظف الذي يخرج من تحت يده كل الموظفين. والمستشارة الألمانية ميركل اللي استقالت قبل كم شهر رفعت رواتب المعلمين، فقدموا لها القضاة والعسكر نبغى حنا بعد، قالت كيف أواسيكم أو أساويكم بمن علموكم، إجابة تاريخية وأصبحت مثل. كيف أواسيكم يعني في الراتب، أساويكم بمن علموكم. حقيقة المعلم لابد أن يفرق، وأنا أقول أيضا من هذا المنبر ما نبغى مرة في السنة يوم المعلم، أنا أطالب أنه يكون شهريا يوم المعلم، لأنه فعلا يستحق الالتفات ويستحق الاهتمام. ولا نبغى حنا نقول دائما أنه هذا وصانع الأجيال، المعلمين لا يريدون هذا، المعلمين يريدون قرارات على أرض الواقع. أنا عندي رسالة للمعلمين ورسالة للوزارة. طبعا. رسالتي للمعلمين تختصر في 3 نقاط، أقول لهم أول شيء الله الله يعني احتسبوا الأجر عند الله عز وجل. الجاحظ يقول ليس هناك أصعب من نقل الحديث، أصعب علي من نقل الصخر، أنك تدخل من الفصل وتعيد قواعد الفعل المضارع، قواعد الجزم، قواعد أدوات النصب كان وقواعد إعادة الحديث، يقول الجاحظ أصعب علي من نقل الصخر. حلو. فأنا أقول احتسبوا الأجر أولا عند الله عز وجل. ثانيا نشر ثقافة التفاؤل بين الطلاب. إحنا الحقيقة في دراسات تقول أنه ما عندنا نقص في المناهج ولا عندنا نقص في المباني ولا شيء، في أنه الطلاب محبطين يحتاجون إلى معلم. أول مرة في حياتي والله يرن الجوال، يلا هذه لحظة تاريخية. أي والله أول مرة يا سيدي، أنا آسف، ليس من المروءة ولا من الأدب. الشيء الثالث طال عمرك أنه الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل، أنك لا تنتظر موجه ولا تنتظر مدير، الله الله بالتحضير كل سنة، الله الله أنك أنت تتعامل مع الطلاب على أنهم يا أبنائك يا أخوانك الصغار. هذه 3 للمعلم. بقينا للوزارة وهو المهم. المعلمين اللي استقيت منهم الأفكار واللي قرأت وحسب ما أنا أنقل ملخصات ما قرأت ليس من عندي، قالوا يا أحمد نحن نريد أشياء معينة في يوم المعلم، ما نريد كلام عام. قلت ماذا تريدون؟ قالوا أولا نريد تنفيذ وعود سابقة وعدتنا فيها الوزارة، تتمثل في تأمين طبي، تأمين سكن للمعلمين والمعلمات وأسرهم، حل مشكلة الاغتراب في النقل، جمع الشمل قدر المستطاع، محاولة الاجتهاد في ناس 5-6 سنين ما جاهم نقل الخارجي، أيضا ضبط موضوع البصمة وجدول الحصص بحيث أنه يكون متساوي، وأخيرا قالوا يا أحمد نريد هيبة المعلم تعود، نريد هيبة المعلم، ما يصير المعلم مجال للسخرية. أنت تشوف وأنا أشوف مقاطع بالآلاف سخرية من المعلمين، لازم يحاسب اللي يحط من يقلل من سخ من قيمة المعلم. ترى المعلم في الأخير هو رأس الخيمة في المجتمع كله، المعلم يخرج لك الضابط والمذيع والمدير والوزير كلهم، ما في أحد. أنت في الكرسي تعرف مر عليك معلمين، وأنا مر علي معلمين، والمصورين اللي موجودين معنا كلهم مروا علي. إذن المعلم هو المحطة الحتمية التي يمر بها كل كائن إنسان يبحث عن الوظيفة.
أنا أتمنى فعلا نأخذ الأمور بجدية ولا نخليها شعارات واحتفال المعلم مكان الرسول والمعلم صانع الأجيال. هم لا يريدون كلام، يريدون أفعال ولو بسيطة، تذاكر خصوم في التذاكر كذا، أشياء بسيطة تحسسهم بقيمتهم. لما يجي للخطوط مثلا ويجد له خصم 10% أنه معلم كذا بين الركاب كذا يرفع نفسه شوي، هذا اللي نريد. عظيم، تحية لكل المعلمين والمعلمات في يومهم العالمي، وبعد هذا الفاصل نلقاكم في برواز ومزايين الكتب.